ما هي إلا بضع ساعات حتى حسم هؤلاء الضباط انقلابهم على الرئيس المالي أمادو توماني توريه وسيطروا على القصر الرئاسي في العاصمة باماكو، معلنين عبر التلفزيون الرسمي إسقاط النظام وتعليق العمل بالدستور وفارضين حظرا للتجوال في عموم البلاد. قررنا الاطلاع بمسؤولياتنا في إنهاء النظام العاجز لتوريه بعد فشل حكومته في إنهاء التمرد شمال البلاد. توريه الذي أصبح على حال غير الذي أمس عليه ترأس طوال العقد المنصرم واحدة من أكثر الحكومات استقرارا في غرب إفريقيا، ورغم أن رحيله كان حتميا بعد الانتخابات التي كانت مقررة في أواخر الشهر القادم، إلا أن المنقلبين لم يمهلوه حتى ذلك الأجل القريب، وقرروا تعليق العمل بالدستور بحجة فشل النظام في معالجة تمرد يقوده الطوارق في شمال البلاد. وعلى الأرض تواجه مالي فعلا منذ يناير الماضي هجمات تشنها حركة تحرير أزواد ومتمردون من الطوارق، من بينهم مسلحون حاربوا إلى جانب نظام معمر القذافي، أسفرت عن سقوط عدد من مدن شمال البلاد في قبضة المتمردين، ما تسبب بحراك شعبي ممتعض من عجز الحكومة عن لجم التمرد في الشمال قبل أن يحسم الأمر بالانقلاب العسكري على يد اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية والدولة. ودوليا قبل الانقلاب في مالي بإدانة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من دول الجوار، حيث أجمعت المواقف على ضرورة احترام النظام الدستوري والتنديد باللجوء إلى العنف. جبر أبو دقة، العربية.